جديد وبدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي. يا صباح الفل على كل حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم، وان شاء الله حضراتكم تسعدوا معانا بحلقتنا النهارده، وخصوصا ان احنا عندنا موضوعات كتير هنتكلم مع حضراتكم فيها، وكمان عندنا معلومات عايزين نعرفها لحضراتكم. كل ده اكيد هيكون الى جانب كلامنا عن ماتش امبارح اللي مليان تفاصيل اكيد هنقف عندها كتير في حلقتنا النهارده. صباح الفل عليك يا نهار. صباح الهلا كريم، صباح الهلا وخير على حضراتكم. حلقه جديده و10 الصبح في الاهلي، ويوم الاثنين دايما بيكون يوم يعني يا بيحمل اخبار جيده يا لا، لان احنا عاده الفتره اللي فاتت كان عندنا اخبار كتيره جدا وماتشات مهمه تحديدا بتكون يوم السبت او الويكند بنتكلم عنها بالتفصيل، ونقدر نقول ان احنا يعني صباح برضو جيد يعني الحمد لله، تعادل مقبول الى حد كبير، لكن هنتكلم في تفاصيل كل ده وطبعا وفي كواليس اخرى على مدار الحلقه ان شاء الله النهارده. خلينا ننوه بس بالفقرات اللي معانا في الاول يا كريم. كالعاده هيكون عندنا فقرتين حواريتين، الفقره الاولى هينورنا من خلالها ان شاء الله كابتن شعبان الخطيب، هو عضو اللجنه البارالمبيه والبطل البارالمبي السابق في العاب القوه، وفقرتنا الثانيه هتكون مع الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي، ودي تحديدا الفقره اللي هنفصص فيها بقى كل تفاصيل ماتش امبارح. طبعا حضراتكم اكيد تابعتوا معانا امبارح المباراه اللي انتهت يعني بين الاهلي وفيوتشر بالتعادل بدون اي اهداف. المباراه كانت الحقيقه سريعه يعني من جانب الفرقتين، تم الغاء هدفين، الاول كان لصالح فيوتشر عن طريق احمد عاطف بداعي التسلل، الكلام ده حصل في الدقيقه 11. طبعا تعددت بقى بعدها محاولات لاعبي النادي الاهلي للتسجيل لحد الدقيقه 39، قدر وقتها علي معلول انه يمرر كوره لياسر ابراهيم اللي سجل، لكن تدخل الفار وقال انه كان في تسلل من جانب علي معلول. عموما انتهت المباراه بالتعادل السلبي، واكيد طبعا بالنتيجه دي الاهلي بيكون لسه محافظ على صداره الدوري برصيد 69 نقطه، وارتفع رصيد فيوتشر الى النقطه 58 محتلا المركز الثالث. عايزين نقول كمان انه كان في فرص كتير الحقيقه مهدره، وما كانش في توفيق الى حد كبير، لكن هنرجع ونقول هي دي كره القدم، واكيد لينا كلام كتير عن ماتش امبارح في فقرتنا الحواريه الثانيه النهارده. عايزين نتكلم شويه عن المباراه، المباراه انتهت بالتعادل زي ما حضراتكم كلكم يعني كلنا تابعنا، ده امر وارد يعني ممكن جدا اي مباراه كريم تتلعب برده بشكل جيد، لكن انت ما تحصلش في الاخر على النتيجه اللي انت عايزها او النتيجه المرضيه، لكن بلغه الارقام احنا متصدرين الدوري على كل حال، وكمان دي المباراه يعني ال 33 بالهزيمه هذا الموسم، فده يعتبر طبعا انجاز كبير جدا. عندنا لسه سلسله انتصارات عايزين نتكلم حضراتكم عنها ونكملها على خير ان شاء الله، ودي هي كره القدم في الاول وفي الاخر، لكن اللي جاي محتاجين نحسم يعني بشكل كمان قوي جدا ونقلل الماتشات من بدايتها، او زي ما بيتقال كده يعني نحسمها من بدايتها ونوصل حصد مديد من النقاط، لان ده مهم جدا الفتره اللي جايه، ولازم نقف كمان عند نقطه الحسم مبكر، يعني احنا كلنا كجماهير نادي اهلي متعودين على ده ومحتاجين ده الفتره اللي جايه، الحسم من بدري بيخليك صافي ذهنيا زي ما بيتقال، مركز بقى في باقي الماتش، مركز في بقيه البطولات اللي عندك والماتشات اللي عندك. يمكن كولر كمان يعني اتكلم عن ده واتكلم عن ده بشكل اكثر تفصيلا، هو اتكلم كمان عن فكرة الإرهاق المتزايد الموجود عند اللعيبة، أنت بتتكلم يعني لعيبة بتلعب ماتشات ورا بعض بشكل كبير جدا، 51 ماتش تقريبا في كل البطولات، ده رقم كبير جدا ورغم كل ده أنت متفوق أنت واللعيبة والفريق عندك. على كل حال تصريحات كولر مهم أن احنا نسمعها، خلينا نروح نشوف جزء ونسمع جزء من هذه التصريحات ونرجع نكمل مع حضراتكم. Ist egal wo, egal wann. Das war sogar in der Champions League sogar so, dass ständig Zeit schinden, ständig liegt irgendeiner am Boden, der gar nichts hat und versucht irgendwie ein paar Minuten zu schinden. Torhüter liegen am Boden. Und, ja, es ist für mich die Frage, ob das, ob man das, ja, oder vielleicht die Trainer mal mitnehmen sollten oder vielleicht den eigenen Spieler mitteilen sollten, ob das gut ist, ob man das weiter so handhaben will. Ich denke, man könnte es auch mit Fußball lösen, dass man Fußball spielt und versucht, so die Zeit runterlaufen zu lassen. هنتكلم في موضوع مختلف شوية، موضوع اتكلمت فيه أول ما مسكت النادي الأهلي ورسالتي للقائمين على الكرة في مصر، هل أنتوا عايزين الكرة في مصر تمشي بالطريقة دي؟ يعني هل طبيعي إن إحنا كل ماتش بنلعبه دلوقتي ناس بتترمي على الارض، تضيع وقت بشكل اصبح فج ومش حلو، ان دي مش كوره، يعني المفروض الفير بلاي والكوره ان احنا نلعب كوره نادي كوره، لكن بقى كل الموضوع بقى مكرر وبقى سخيف ان احنا كل شويه
الحارس الحراس بتقع على الارض، تقعد تضيع اوقات، النقاله بتنزل، لعيب يقوم بعدها على طول ولا كان في اي حاجه. فانا ما اعرفش هل المدربين هي اللي بتدي التعليمات دي للاعبتها، هل هم مهتمين ان الكوره تبقى احسن ولا لا. على فكره ممكن الواحد بالكوره بالاداء والكوره يضيع وقت عادي، تنقل كوره، بتضيع كوره باللعب مش بالطرق دي، الطرق دي ما بقتش كويسه. وبرده رسالتي تاني ان للقائمين على الكوره في مصر، هل انتوا عايزين ده يستمر كده؟ لازم يكون في رد فعل قوي وواضح وصريح ضد هذه الافعال. Uns zu finden. Zweite Halbzeit war dann besser. Wir haben dominiert, wir haben versucht, das Tor zu erzielen. Wir hatten Möglichkeiten, erste und zweite Halbzeit. Aber leider war heute das Tor zu. Und das ist natürlich auch gut möglich, dass man die Spieler alle zwei Tage ein Spiel haben. Dann ist es schwierig, dass man jeden Tag frisch ist im Kopf. Dass dann natürlich eben auch Chancen vergeben werden können und dann durch das nur ein 0:0 ausgegangen. الشوط الاولاني احنا كان عندنا بعض المشاكل في الشوط الاول، خدنا وقت عقبال ما دخلنا في المباراه. الشوط الثاني كنا احسن كتير، سيطرنا على المباراه في الشوط الثاني، خلقنا فرص كتير جدا في الشوطين اصلا. لكن لما تلعب كل يومين ماتش بيبقى اللعيبه مش دايما صافي ذهنيا، ما بيبقاش فريش في ذهنيا ان هو يقدر يتعامل مع الكرات دي بهدوء او بالتركيز المطلوب عشان يقدر يحرز اهداف. الجون كان مقفول النهارده، حاولنا نخلق فرص كتير، ضيعنا كور كتير، لكن دي الكوره بيبقى في ايام ما بتقدرش تجيب فيها اهداف رغم ان انت تكون مسيطر وبتضيع، لكن هي دي الكوره يعني. طبعا التفصيله اللي وقف عندها واتكلم عنها في هذا المؤتمر الصحفي مارسيل كولر هي فعلا تفصيله مستفزه جدا، والحكايه دي مش جديده، ده من قديم الازل. فكره ان انت تموت الماتش بادعاء الاصابات والمسعفين يدخلوا بالنقاله ويخرجوا بيها فاضي، والله بكلمك جد بتقتل اي ماتش وما هياش حتى مش فير قوي. صحيح. يعني فاهم قصدي؟ صحيح. ما اعرفش يعني حقيقي النوع ده من الامور كفيل بان هو يسيء بشكل قوي بدل بيقولوا. وبعدين يعني عاده بيتعمل لما تبقي انت مثلا ايه كسبانه وفاضل لك 3 4 دقايق على نهايه فماشي، فاهم ازاي؟ لكن ما بقاش مثلا قطعيه زي ربع او ثلث الشوط من دول رايحه بالكامل في ادعاء الاصابات. انا يعني مش عارف الحاجات دي في مصلحه مين. على كل الاحوال كنا بنقول لكم من شويه ان في شويه اخبار عايزين نعرف حضراتكم تفاصيلها، من ضمنها الخبر ده طبعا متعلق بالاتحاد المصري لكره القدم اللي ارسل اسماء الانديه اللي هتشارك في البطولات الافريقيه خلال الموسم القادم. ده طبعا بعد التاكد من موقف كل فريق على حده في مسابقه الدوري العام. اوضح الاتحاد في خطابه طبعا اللي كان ارسله الى الكاف انه تقرر مشاركه الاهلي وبيراميدز في النسخه المقبله ان شاء الله من بطوله دوري ابطال افريقيا، وبيشارك فيوتشر والزمالك في بطوله كاس الكونفدراليه الافريقيه في ظل تاكد حصول النادي الاهلي وبيراميدز على المركزين الاول والثاني في جدول ترتيب الدوري العام واستحاله تراجع اي واحد من الاثنين للمركز الثالث. اما فيما يخص مشاركه فيوتشر والزمالك في كاس الكونفدراليه الافريقيه فده نظرا لحصولهم على المركز الثالث والرابع في جدول ترتيب الدوري وكمان استحاله تقدم اي فريق من الاثنين للمركز الثاني. استقر اتحاد الكره على مشاركه صاحبي المركزين الثالث والرابع في الدوري العام في كاس الكونفدراليه لاستحاله انتهاء بطوله كاس مصر قبل الموعد المحدد من الاتحاد الافريقي لكره القدم لارسال طبعا اسماء الانديه المشاركه في المسابقات الافريقيه. طبعا زي ما اكيد كل حضراتكم عارفين النادي الاهلي هو حامل لقب دوري ابطال افريقيا وشارك في النسخه الماضيه من البطوله طبعا مع الزمالك فيما شارك بيراميدز وفيوتشر في كاس الكونفدراليه. والحقيقه اكيد احنا بصدد برضو ان شاء الله نسخه جديده من بطولات كبيره نتمنى ان احنا نشوف من خلالها فرقنا الوطنيه المصريه بتتألق على منصات التتويج. بالظبط. المشكله او الفكره مش ان انا اشارك بس يا كريم، انا عايز اشارك وعايز اعمل حاجه، اعمل رقم، اعمل بطوله، اعمل اداء جيد في الملاعب، هي دي النقطه كلها. بمناسبه برضو الحديث احنا بنتكلم ان الاتحاد الافريقي لكره القدم برضو وجه رساله امبارح للمنتخب الوطني الاولمبي بعد تصدر مجموعته في بطوله طبعا كاس امم افريقيا والصعود لنصف النهائي. نشر حساب الرسمي كده للكاف على تويتر صوره للمنتخب الوطني وكتب 3 مباريات
ثلاث شباك نظيفة، خط دفاع حديدي لمنتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة. المنتخب الأولمبي زي ما احنا عارفين اتأهل لنصف نهائي البطولة بعد فوزه طبعا على الجابون بهدفين دون رد، واحتل المنتخب الأولمبي صدارة المجموعة الثانية برصيد هنا 7 نقاط، جه بعديه مالي برصيد 6 نقاط، وطبعا النيجر كده بيخرج من البطولة عنده أو كان بيملك 4 نقاط فقط. بكرة كمان هتكون مباراة منتخب مصر في نصف النهائي أمام غينيا، ومباراة في غاية الصعوبة. خلينا نتكلم برضو بشفافية، مباراة قوية جدا. لو هعتمد على الحظ، لو هعتمد أن أنا بركز آخر شوط أو أن أنا بركز في الدقائق القليلة الأخيرة زي ما حصل في المباراة الأخيرة مع الجابون، لو أنا هضيع فرص، لو أنا مش هبقى داخل مستقتل أن أنا أنهي المباراة أو أخلص المباراة من الدقائق الأولى، يبقى المباراة ما أعتقدش الأمل فيها كبير. أنا مش بحاول أكون متشمع، بس إحنا بنتكلم بلغة فنية إلى حد كبير، وده مش كلامي أنا لوحدي. المباراة هتبقى قوية جدا، محتاجين الفوز، وفي حال الفوز إن شاء الله هيتأهل بقى للمباراة النهائية وأولمبياد باريس 2024 في وقت طبعا واحد. كل التوفيق للمنتخب الأولمبي بتاعنا، إحنا في ظهرك، الجماهير كلها مستنية ومنتظرة منك أداء رائع. نتمنى يكون في مش بس نتيجة جيدة، إحنا صعدنا لكن ما كانش اللعب أفضل شيء، خلينا نكون برضو واقعيين في كلامنا يا كريم، ما كانش أفضل شيء اللعب، لكن نقدر نعمل أفضل من كده. نقدر، عندنا الفرصة، عندنا الإمكانيات، كان عندنا الاستعدادات الكافية مفروض. فنتمنى إن شاء الله الفترة اللي جاية نكون موفقين فيها، لأن إحنا نستحق، والجماهير بقى المصرية تستحق إنها تفرح شوية، سواء بالمنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي بتاعنا بإذن الله، وخصوصا لما يكون المنافسين بتوعنا كمان ما هماش أقوى حاجة في الدنيا. يعني قلنا مالي هيكون مثلا، فاهم إزاي؟ يعني طبعا مع كل الاحترام لكل المنتخبات وكل المشاركين في هذه البطولة، لكن في الآخر إحنا المفروض إن منتخباتنا منتخب بقى أولمبي، منتخب شباب، منتخب أول، إحنا المفروض اسمه في الآخر منتخب مصر أيا كان الفئة العمرية اللي هو بيشارك فيها، لكن منتخب مصر ده من قديم الأزل المفروض حاجة كبيرة. فإحنا عايزين نشوف ما يرضينا وما يتماشى مع كونه منتخب مصر في الأول وفي الآخر. امبارح عايزين برضو نعرف حضراتكم أنه ابتدت فعاليات أول بطولة دوري لكرة القدم الشاطئية على ملاعب السكندري وبورسعيد بمشاركة 12 فريق، تم تقسيمهم لمجموعتين. المجموعة الأولى بتضم فرق المصري وغزل بورسعيد وبورفؤاد والمعارف والفنار ومركز شباب القابوطي والمريخ. المجموعة الثانية بتضم نجوم الحضرة والترسانة بالإسكندرية وأورنج والترسانة بمطروح ومركز شباب مدينة سوهاج. طبعا هتستمر مباريات مجموعة بورسعيد حتى يوم السبت 8 يوليو ومجموعة إسكندرية حتى 5 يوليو. يقام نهائي هذه البطولة بين متصدر كل مجموعة عقب انتهاء كافة المباريات. امبارح كمان توجت لاعبة منتخب مصر الوطني، ودي من الأخبار بقى الحلوة اللي احنا بنحب دايما نقولها. نتكلم هنا عن تنس سيدات لميس الحسين بلقب بطولة المانستر الدولية اللي أقيمت بتونس بعد تغلبها على اللاعبة الأسبانية في المباراة النهائية 6-4 و6-0، مباراة قوية جدا، وتألقت نجمتنا المصرية هنا تسجل بقى لقبها الدولي الثاني بعد شفائها كمان من الإصابة القوية، والإصابة صعبة جدا كانت عندها. في الوقت نفسه خلينا برضو نتكلم عن الفراعنة أو فراعنة التنس الصغار بقى في المراكز كمان الأولى، سيطروا عليها في البطولة الدولية للناشئين، بنتكلم وكمان الناشئات فردي يعني وجماعي، أعتقد أن ده شيء محترم جدا يا كريم طبعا. وبرضو إحنا نتمنى الأفضل والأفضل، أن أنت دلوقتي مش بس بتسيطر يا كريم كفرق أولى، أنت كمان في الناشئين، قاعدة الناشئين عندك في كل الألعاب، فبالتوفيق إن شاء الله. ودي أخبار بقى حلوه بتهيألي. لا بقى الخبر اللي عندي دلوقتي هياكد الجزء الاخير بصفه خاصه من كلامك، وكنا بنتكلم عن يعني فراعنه التنس، تعالوا بقى نروح لفراعنه الكاراتيه. مبروك، مليون مبروك لعيبه منتخبنا الوطني للشباب والناشئين والاشبال بعد ما طبعا فازوا بثلاث ميداليات، 2 فضة وواحده برونز في الدوري العالمي للكاراتيه المقام حاليا في دوله كرواتيا. ريناد أسامة حصلت على الميدالية الفضية في منافسات الكاتا، حبيبة موسى الميدالية الفضية في منافسات الكاتا شابات، والبرونزية من نصيب هاجر إمام في منافسات كوميتي شابات وزن تحت 55 كيلو جرام. الحقيقة مستوى متميز جدا في أول مشاركة دولية ليهم، وبالتالي يعني لازم نتوقع ليهم أكيد المزيد من المشاركات في البطولات الدولية القادمة، طالما يعني حققوا كده في أول مشاركاتهم يبقى اللي جاي أحلى إن شاء الله. طبعا موفقة جدا. طيب هنروح فاصل زي ما احنا متعودين بعد درجات الحرارة، ونرجع عشان لسه معانا أخبار كتيرة جدا، خليكم معانا. يا أهلا بحضراتكم مرة تانية، تعالوا بقى نعرف إيه آخر الأخبار في النادي الأهلي من زميلتنا العزيزة مريم سميح، وهي متواجدة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا مريم صباح الفل عليك، كل سنة وانت طيبة، تفضلي.
صبح عليك يا كريم، وصبح عليك يا نهاوند، وصبح على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. طبعا كل سنه وانتم طيبين، وحمد لله على السلامه مره تانية بعد الاجازه اللي فاتت، سواء بمناسبه عيد الاضحى المبارك او ثوره ال 30 من يونيو. الحقيقه يعني كانت ايام مميزه سواء خارج او داخل النادي الاهلي. الحقيقه يعني كمان النادي الاهلي احتفل بشكل منظم جدا وكبير جدا بهذه المناسبه، وتحديدا عيد الاضحى. الحقيقه كان في يعني عده حفلات اقيمت في مختلف الافرع، الاربع افرع طبعا، سواء النادي الاهلي بالجزيره المقر الرئيسي او مدينه نصر او الشيخ زايد او حتى القاهره الجديده. الحقيقه ان كان في كرنفالات اطفال واحتفالات بتناسب بجميع الاعمار، فالحقيقه ان هو كان عيد سعيد سواء طبعا يعني على الاهلاويه كلهم في مختلف الافرع. خلينا بقى يعني ننتقل لاهم اخبارنا النهارده، اخبار الفريق الاول لكره القدم، وطبعا يعني عقب تعادله سلبيا امس امام نادي فيوتشر. الحقيقه ان هو مازال متصدر جدول ترتيب الدوري المصري ب 69 نقطه من 27 مباراه. الحقيقه لم يتلقى اي هزيمه خلال هذه المباريات او خلال يعني ال 27 مباراه تحديدا. يعني عقب مباراة الأمس قرر المدير الفني السويسري مارسيل كولر استئناف التدريبات النهاردة إن شاء الله. هتقام التدريبات في تمام الساعة 6 مساء على ملعب مختار التتش، التجمع هيكون في تمام الساعة 5 مساء، وده طبعا استعدادا لملاقاة الإسماعيلي بعد غد في الجولة المؤجلة من يعني الأسبوع ال 18 من عمر الدوري الممتاز. وطبعا زي ما احنا عارفين إن مباراة فيوتشر كانت مؤجلة من الجولة ال 24، والحقيقة يعني ان النهارده هتستأنف التدريبات، وكمان بكره هتستأنف التدريبات، وبعد كده الفريق هيسافر عشان يدخل معسكر مغلق في استاد برج العرب. طبعا يعني زي ما احنا عارفين ان المباراه هتقام على استاد برج العرب بالاسكندريه، طبعا هتكون بعد غد في تمام الساعه 8:30. والحقيقه ان الفريق مش هيعود مره اخرى الى القاهره، ولكن الحقيقه ان هو هيستمر هذا المعسكر في الاسكندريه علشان كمان مباراه الاتحاد السكندري اللي هتكون يوم السبت ان شاء الله المقبل. والحقيقه ان احنا بنتمنى كل التوفيق للنادي الاهلي في مشوار مبارياته المقبله علشان بقى يحسم لقب الدوري ال 43. خلينا بقى يمكن بيبقى فيه تساؤلات كتيره جدا طبعا يا كريم ونهاوند عن حاله مصابي طبعا لاعبي الفريق. دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى عايز يطمن على مصابي الفريق. يعني خلينا نطمن كل جمهور النادي الاهلي في كل مكان، يعني تحديدا عمرو السوليه ومحمود متولي يمكن دي احدث اصابات. طبعا زي ما احنا عارفين ان عمرو السوليه اصيب بشد في العضله الخلفيه خلال مباراه حرس الحدود. الحقيقه يعني ان هو دخل في برنامج تاهيلي جديد ومكثف خلال الفترات الماضيه حسب طبعا ما صرح دكتور احمد ابو عبله رئيس الجهاز الطبي للفريق. والحقيقه يعني ان هو ماشي بخطى ثابته خلال الفترات المقبلة علشان يعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية، ومن بعدها طبعا المشاركة في المباريات المقبلة للنادي الأهلي. خليني بقى كمان أنتقل لمحمود متولي، والحقيقة برضو أنه هو يعني كان أصيب بجزع في الكاحل في التدريبات اللي سبقت مباراة حرس الحدود. أيضا يمكن دخل في تدريبات مكثفة وبرنامج تأهيلي جديد خلال هذه الفترة، ومستمر فيه طبعا بشكل منفرد علشان يعود مرة أخرى للتدريبات الجماعية. وأكيد سواء تمرين النهاردة أو تمرين بكرة هيشهد يعني الجديد في هذه الإصابة سواء عمرو السوليه أو أيضا محمود متولي. كل الناس بقى طبعا اللي بتسأل على أكرم توفيق، يمكن هو منذ عدة أشهر خضع لطبعا جراحة الرباط الصليبي. الحقيقة أنه هو يعني يمكن خلال اليومين الماضيين كان في اختبارات عضليه جديده وطبعا قياسات عضليه متقدمه، والحقيقه ان الدكتور احمد ابو عبله قال ان هذه القياسات يعني نتجت عن يعني نتائج ايجابيه جدا، وده يعني بيقول ان اكرم توفيق ان شاء الله يقدر ان هو يكون موجود في التدريبات الجماعيه خلال الفتره المقبله، ومن ثم طبعا يكون موجود في المباريات المقبله. اكيد عنصر مهم جدا في الفريق واكيد محتاجين له، وطبعا الحقيقه يعني ان كل جمهور النادي الاهلي كان بيطمن عليه لحظه بلحظه خلال الفترات المضايف. عايزين نطمنهم ان اكرم توفيق ان شاء الله يعني قرب على الانتهاء من برنامجه التاهيلي عقب جراحه الرباط الصليبي، وان شاء الله يعود في اقرب وقت ممكن لتدريبات الفريق الجماعيه. كمان كريم فؤاد برضو يمكن بعد ما خضع لجراحه الرباط الصليبي، الحقيقه يعني يمكن كريم فؤاد متاخر عن اكرم توفيق شويه. الحقيقه ان هو لسه قدامه يعني بعض من الوقت علشان يعود مره اخرى للتدريبات الجماعيه، ولكن الحقيقه ان هو يعني بيخضع لتدريبات مكثفه
سواء تدريبات بدنيه او كمان تدريبات في الجيم علشان يلحق طبعا ببقيه لاعبي الفريق خلال الفتره المقبله في التدريبات الجماعيه. ده طبعا فيما يخص الفريق الاول لكره القدم بالنادي الاهلي. خليني بقى انتقل لقطاع الناشئين، ويمكن طبعا يا كريم ونهواند قبل عيد الفطر المبارك او عفوا قبل عيد الاضحى المبارك كان في اختبارات قطاع الناشئين شفناها طبعا يعني في مقر الاكاديميه بمدينه نصر. والحقيقه ان بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين يمكن اتكلم عقب انتهاء هذه الاختبارات اللي اقيمت على يعني فترات متقاربه او ايام متقاربه خلال الفترات الماضيه او الاسابيع الماضيه. الحقيقه ان هو اتكلم ان يعني يمكن كان في براعم كتير جدا وتم اختيارهم، يمكن كان الاختبارات بادئه من سن او عمر 5 سنوات. والحقيقه ان هو قال ان هو يعني اختاروا عدد كبير جدا من العناصر المميزه اللي هتكون اضافه قويه جدا لقطاع الناشئين في خلال الفترات المقبله، وان شاء الله يعني خلال السنوات المقبله يمكن قطاع الناشئين زي ما احنا عارفين دايما بيطلع منه عناصر مميزه للفريق الاول، وده اللي شهد بيه يعني يمكن كابتن بدر رجب في اختبارات الناشئين خلال الفتره الماضيه. ويمكن علشان طبعا زي ما احنا عارفين منظومه النادي الاهلي دايما اكيد بتشوف انه من الصح ان هي تطبق العداله في جميع المحافظات، وعلشان عارفين ان مش بس في مواهب كتير جدا في محافظة القاهرة، ويمكن من كل المحافظات شهدت طبعا يعني قدوم عدد كبير جدا من الناشئين للاختبارات. ولكن الحقيقة قررت أكاديمية النادي الأهلي وقطاع الناشئين ان هم يروحوا بقى لمحافظتي الشرقية والسويس ويقيموا الاختبارات هناك طبعا علشان يشوفوا بنفسهم البراعم اللي هتكون موجودة سواء في محافظة الشرقية او محافظة السويس. الحقيقة انها تبدأ يعني الاختبارات يعني يمكن تم فتح باب الاختبارات والاستمارات تم طرحها خلال اليومين الماضيين، ولكن الحقيقه ان الاختبارات هتبدا ان شاء الله بدءا من غدا الثلاثاء. هتبدا طبعا في محافظه الشرقيه بمركز شباب ابو كبير اللي موجود طبعا في الشرقيه، وده يعتبر مقر اكاديميه النادي الاهلي هناك بمحافظه الشرقيه. هيبدا طبعا ان شاء الله بكره الاختبارات من مواليد 2013 وحتى 2018، وبعد غد طبعا الاربعاء هيكون من مواليد 2007 وحتى 2012. أما بقى بالنسبة لمحافظة السويس هيقام بمقر الأكاديمية أيضا هناك يعني بنادي النصر للبترول. هتكون بقى الاختبارات يعني يمكن الخميس بس هياخدوا أجازة، هي يمكن وقت السفر من الشرقية للسويس، وهيرجعوا تاني يوم الجمعة للاختبارات. الحقيقة أنها هتكون موجودة من 2013 حتى 2018 هتكون يوم الجمعة، أما يوم السبت بقى إن شاء الله هتكون من 2007 حتى 2012. طبعا نتمنى كل التوفيق لكل الناشئين اللي هيكونوا موجودين في هذه الاختبارات، وان شاء الله اكيد هيكون في عناصر مميزه تضاف لقطاع الناشئين من مختلف المحافظات. خلينا بقى نختم جولتنا النهارده من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره، والحقيقه يعني اخبار السله وتحديدا سيدات سله النادي الاهلي. يعني يمكن تم اختيار 6 من صفوف فريق النادي الاهلي للانضمام لمنتخب مصر بقياده كابتن ايهاب الالفي، ده طبعا للمشاركه في البطوله العربيه اللي هتبدا النهارده ان شاء الله بدءا من اليوم، وهتنتهي يعني او هتستمر حتى يوم 10 من يعني يوليو الجاري. الحقيقه ان سداسي طبعا النادي الاهلي ثريا محمد، نادين السلعاوي، رنيم الجداوي، يارا اسامه، وميرال اشرف، وحبيبه محمد. طبعا نتمنى لهم كل التوفيق. اي عنصر بيتم اختياره من داخل النادي الاهلي بيكون اضافه قويه جدا لمختلف المنتخبات. طبعا دي كانت كل الاجواء هنا وكل اخبارنا هنا من داخل مقر النادي الاهلي بالجزيره. بشكركم جدا، الكلمه ليكم مره اخرى. جميل يا مريم، طبعا تغطيه وافيه كالعاده، بنشكرك عليها، شكرا جزيلا. نشكرك جدا يا مريم على هذه التغطية. الفقرة دي عايزين نتكلم فيها عن أبطالنا البارالمبيين واستعداداتهم كمان لمنافساتهم القادمة إن شاء الله، ويعني بارالمبيات باريس والشغل اللي هم بيعملوه من دلوقتي لغاية لما إن شاء الله نوصل لبارالمبيات باريس، والمتوقعين منهم بقى، لأن احنا إن شاء الله عايزينهم كمان يحققوا نتائج أكبر بكتير من اللي حققوها في طوكيو، وبإذن الله ده يحصل شغل كبير جدا، ويعني دعم كبير جدا موجود وثقة كبيرة جدا وإرادة أكبر كمان هي تقريبا
متحكمة في كل ده. خلينا نعرف كل ده من خلال طبعا ضيفنا العزيز كابتن شعبان الخطيب، عضو اللجنة البارالمبية والبطل السابق في ألعاب القوة. بونجور يا كابتن، وبجد والله سعداء بوجودك معانا حقيقي والله. حضرتك وتشرفت بيكم يعني. ده الشرف لي احنا والسعادة اتحققت بوجود حضرتك معانا. اهلا بيك. الله يخليك يا ريس. خلينا في البداية بعد إذنك ندي بس إيه ده بريف، تعريف بسيط للناس اللي بيتابعونا عن خلفية حضرتك الرياضية. كنت بتمارس أنهي رياضة تحديدا في ألعاب القوة؟ وأهم الإنجازات اللي أنت شخصيا حققتها قبل ما تنتقل بقى للعمل الإداري. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اللعبة اللي أنا يعني تفوقت فيها وحبيتها وحبيت إن أنا أمارسها هي ألعاب القوة، والتخصص في ألعاب القوة بالذات الرمي، وهي دفع الجلة. والحمد لله بدأت ألعب رياضة وألعب ألعاب القوة من سنة 92. 93 لعبت بطولة إفريقيا، 94 لعبت بطولة العالم في برلين. حققت فيها بالسرعة دي سنة واحدة بطولة إفريقيا. يعني الحمد لله بتبقى فيه إمكانيات الجسمانية بتاعت اللاعبين، لما بيبقى فيه إنسان مؤهل إن هو يتفوق بتبقى المواصفات اللي هي الرياضية بتبقى مؤهلة، بتبقى الحاجات اللي هي البسيطة اللي ممكن تتبلور مع الجهاز الفني يقدر يحقق البطل إنجاز اللي يتشرف به إن هو يحققه لبلده يعني. لعبت بطولة العالم في برلين 94، و95 لعبت بطولة إفريقيا، وكانت بقى كان كل ده بستعد عشان ألعب الدورة البارالمبية أطلانتا 96. حققت فيها برونزية، رئاسة الدولة ادتني وسام الرياضة وادت للفريق كله، لأن احنا كنا ألعاب القوة 17 لاعب رجعنا ب 17 ميدالية ما شاء الله، وحققنا أرقام مميزة أشاد بيها الشعب المصري والعالم كله بالإنجاز. 97 لعبت بطولة إفريقيا، و98 لعبت بطولة العالم في إنجلترا في برمنجهام، حققت برضو المركز الرابع في دفع الجلة. وبدأت ان انا يعني احس ان انا يعني اطاري ان انا ابدا اشتغل في الجهاز الاداري، وان انا ابدا اشوف الشق الاداري، لان انا بكالوريوس تجارة، ماجستير في ادارة الاعمال، وامين عام كلية الصيدلة جامعة كفر الشيخ. فالشق الاداري حسيت ان انا عايز اضافة ان انا اضيف فيه، فكان الترشيح ان انا اخش انتخابات اللجنه البارالمبيه السابقه، وان انا انجح وان انا اكون عضو في اللجنه البارالمبيه، واتشرف ان انا مثلت مصر وانا لاعب، وان انا بمثل مصر دلوقتي وانا في اللجنه البارالمبيه ممثل كعضو مجلس اداره، اقدر اضيف للرياضه البارالمبيه. يعني انا من الحاجات اللي انا بسعى اليها الشيء اللي انا ما قدرتش ان انا احققه وانا لاعب، اتمنى وانا مسؤول ان انا اقدر اضيفه للابطال البارالمبيين، لان احنا ساعه ما بنبقى رايحين بنمثل علم مصر ده استاذ كريم حاجه تانية خالص. ان انت ترفع علم بلدك في المحفل الدولي اللي انت بتمثل فيه ده بيبقى شعور رائع بالنسبه للرياضي. يعني انتوا اصلا يعني بتمثلونا وبترفعوا علم مصر واسم مصر في تقريبا معظم المحافل الدوليه، وبتجيبوا لنا كمان، وده اللي عايزه اقف عنده شويه، لانها حاجه انا وكريم لاحظناها واتكلمنا عنها اكتر من مره ولسه لحد دلوقتي مش فاهمينها. انتوا اصلا اللي بتجيبوا لنا اعداد ميداليات اكبر بكتير من الاولمبياد العاديه وابطالنا اللي بيشاركوا في الاولمبياد، فليه دايما البارالمبيين بيجيبوا او بيحصدوا او بيركزوا اكتر في البطولات الكبيره وبيحصدوا يعني عدد ميداليات اكبر؟ حقيقي نفسنا نفهم ليه. هي نقطة واحدة بس، إذا بتبقى دخلة ذريعة جوانا إحنا كأبطال بارالمبيين، إن نثبت للعالم ونثبت للي بيشوفنا إن مفيش حاجة اسمها إعاقة. صحيح. الإعاقة دي أنا بعتبر الإعاقة اللي عند الإنسان هي الطاقة اللي بتدفعه إن هو يحقق ذاته. إحنا بالنسبة لنا لما كلام حضرتك الجميل والرائع بيتوقف لجزئية واحدة بس، لما بنيجي واحد انا بعتبر الاعاقه اعاقه ذهنيه اللي في الراس بس، اما بالنسبه لنا احنا كواحد اعاقه طرف اطراف معينه، انا معلش يعني كل ذوعها جبار. انا بعتبر المثل ده حقيقي. جبار في ايه؟ جبار في ان هو يثبت للناس كلها. يعني انا مثلا عندي الاعاقه وانا مثلا صغير، عايز اقول للي حواليا كلهم برياضتي وان انا احقق واجيب ميداليه بارالمبيه، ميداليه اولمبيه، ويجي رئيس الدوله
يكرمني في رياسة الجمهورية ويديني وسام الرياضة وتبدأ البلد تهتم بالفئة دي. احنا معلش يعني الفترات اللي احنا بنعيشها دي أزهى فترات تخص ذوي الهمة. ليه؟ بقى لنا كذا سنة كمان. القيادة السياسية يعني أنا شاركت من أطلانتا 96 وهنا احنا الفترات اللي احنا بنمر بها حاليا بقت حقوق حتى المكافأة بتاعت الميدالية دلوقتي. يعني احنا كنا بنلعب كان المعاقين بياخدوا مكافأة والأسوياء بياخدوا مكافأة. حاليا القيادة السياسية ووزارة الشباب يعني ادت إطار ان مفيش تفرقه ما بين البطل البارالمبي والبطل الاولمبي. هو ده جميل جدا من ناحيه، ومن ناحيه تانية الجزء الحزين الوحيد في الكلام ان الحكايه دي اتحققت متاخر قوي. الكلام ده كان لازم يكون من بدري قوي. طبعا اكيد كل الشكر، لكن احنا وبالذات فيما يتعلق بملف البارالمبيين وابطالنا البارالمبيين نتيجه الانجازات اللي مفيش مره في دوره بارالمبيه عندنا ابطال بيسافروا او بعثه بارالمبيه مصريه بتشارك غير لما بترجع وهي مشرفانا بكل ما تحمله كلمه من معنى. ليه دايما بنستنى لما القياده السياسيه لما السيد رئيس الجمهوريه شخصيا يتحرك تجاه ملف ما فنبتدي كلنا كدوله نتحرك؟ ليه ما بيحصلش ده من الاول من الكيانات المعنيه الوزارات المعنيه؟ شوف حضرتك يعني احنا دلوقتي بقى فيه يوم مخصص في السنه اللي هو قادرون باختلاف. أيوة. بيتم تنفيذه والرئيس بيحضر اليوم ده. طب. ادى انطباع زي الكلام بتاع حضرتك الجميل ان اشمعنى الاول ما الرئيس بيدي اهتمام للجزئيه دي نبدا نتحرك. هي القياده السياسيه لما بتدي شايفه ان احنا دلوقتي اهوت الابطال دي اللي بتحقق زي ما الاستاذه نهاوند قالت يعني انتوا بتحققوا اكتر من اللي هم الطبيعيين العاديين. انا قلتها بجمله واحده بس ان انا يا جماعه الاعاقه طاقه عندنا احنا زي ما الحقيقة. يعني انا كنت رئيس بعثة. نفس المبدا ده يعني نفس الحافز ده والدافع ده موجود عند الابطال البارالمبيين الاخرين اللي من دول تانية بتشارك في نفس الدوره البارالمبيه مثلا، برضو المصريين بيتفوقوا. اشمعنى؟ انا هقول لحضرتك حاجه وانا عشتها. احنا لما بنيجي كالمصريين المصري نفسه يعني انا بقولها المصري نفسه بيبقى عنده تمثيله لبلده يعني حاجه كبيره قوي. انا بحسها، انا دموعي بتنزل لما بكون علم مصر بيرفع. ليه؟ لان انا لما بحس ان انا علم بلدي بيتفوق على اعلام البلاد التانية ديت انا بحس بشعور لا يوصف، ولذلك الحميه بتاخدني. يعني انا مثلا على سبيل المثال كنت رئيس بعثه مصر لالعاب القوى اللي شاركت في الجائزه الكبرى في ايطاليا الشهر اللي فات. انا وجودي انا كبطل بارالمبي سابق وان انا اكون دلوقتي رئيس بعثه متواجد كان ليا شعور مختلف جوه الملعب. يعني في اغلب اللي احنا كنا بنشوفه وكان بيمثلني لما كنت بلعب رئيس البعثه ما بيبقاش قريب جدا جدا للاعب المصري او اللاعب اللي هو رايح مع البعثه. سيادتك انا كنت مش رئيس بعثه، انا كنت لاعب طبعا. ومشجع وداعم. ليه؟ لان انا الشعور ده انا حسيته قبل كده. فاللي انا كنت بتمنى ان رئيس البعثه اللي كان معايا يتعامل معايا انا بدات ان انا اتعامل مع اللعيبه بتاعتي اللي انا واحد منهم اللي انا جزء منهم، وان احنا نرجع ب 11 ميداليه رغم ان كان التعاد مش هنجيب الميداليات دي، ولكن اللي اعادي مع الجهاز الفني واعادي مع اللعيبه وحسهم ان احنا لازم نرجع باكبر كم ميداليات نرفع بيه رصيدنا العالمي وندي نهدي الفوز ده لفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير وزاره الشباب ممثله الشعب المصري. ما هو الشعب المصري ده هو الاساس. ان انت حضرتك بتقولي له احنا الفئه ديت الفئه اللي هي لما بتاخد التمكين بتقدر تدي صحيح. اكتر واكتر صحيح. يعني احنا مثلا فينا كمعاقين فينا دكاتره وفينا مهندسين وفينا اطباء وفينا جميع التخصصات. احنا بنقول للعالم كله احنا قادرين ان احنا نكون مش هقول ساعات بنقول زي الاسوياء، لا انا في لحظات عندي تتفوق. بقول ان انا هتفوق على الاسوياء لان انا عايز في اسوياء يا كابتن شعبان عفوا قطع كلامك يعني معاقين في الاراده. ما هي الاعاقه هي اعاقه اراده. ما انا ممكن اكون كامله ما عنديش اي مشكله لكن انا مؤمنه ان انا لا اصلح لشيء فده انا كده معاق في فكري معاق. فيعني ده اللي نزعل عليه على فكره مش ولذلك حد تاني. ولذلك قلت لمعاليكي ان انا ايه يعني بالنسبه للمعاق الإعاقة اللي في الذهن صحيح. ده اللي بتقدر اللي هي ما بتخليش عنده الإرادة. احنا في اللجنة البارالمبية اللي اول ما انتخبنا
معلش احنا عندنا لجنه بارالمبيه حاليا ثلاثه فيهم ممثلين من ذوي الاعاقه. حلو. يعني ديت يعني يعتبر احنا ثمانيه بندير المنظومه الرياضيه البارالمبيه، ثلاثه منهم من ذوي الاعاقه. التمكين اللي احنا بنتمكنه ده في داخل جميع المؤسسات انا شايف هتبقى اضافه كبيره جدا جدا، ان المعاقين هم اللي بيقودوا الملف بتاعهم لان هم حاسين باهميه طبعا. هذا الملف طبعا مليون في الميه. صحيح صحيح، دي حاجه مهمه جدا. وبعدين كمان يعني التلاتة دول هيكونوا اكتر تلاتة لامسين نمط حياه اللعيبه واحتياجات اللعيبه. بالمناسبه، هل بعد الدعم الواضح والصريح والكبير والقوي من السيد رئيس الجمهوريه للابطال البارالمبيين وللملف ده بشكل عام، الى جانب ودي طبعا خطوه حلوه جدا، فكره ان يبقى مكافاه الفوز باي ميداليه متساويه ما بين اللاعب البارالمبي والاولمبي، الى جانب التفصيله دي، هل في اوجه دعم ثانيه استجدت نتيجه دعم القياده السياسيه للابطال البارالمبيين؟ بدات تظهر القياده السياسيه لما دعمت الملف ده، بدات بيتبرمج بيتبلور تمام بوزاره الشباب. وزير الشباب احنا معلش جميع المنتخبات البارالمبيه كلها فيها تمام، يعني احنا عندنا العاب قوه وعندنا رفع اثقال وعندنا باسكت، وعندنا باسكت لسه جاي من واخد بطوله العربيه في دبي، يعني عندنا كره طايره، عندنا سباحه، يعني عشان ما ننساش الالعاب، احنا كل ديت المنتخبات ديت بدا الاهتمام بيها انها في معسكرات حاليا، وبدا ان الاهتمام عشان احنا عندنا عرس كبير جدا 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 وهي الدوره البارالمبيه بباريس 24. كل الاستعدادات من الدورة طوكيو اللي فاتت لحد ما نيجي لباريس دي كلها استعدادات عشان نظهر بشكل مشرف ونرجع امجادنا. يعني على سبيل المثال انا قلت لسيادتك دلوقتي في اتلانتا كنا جايبين 17 ميداليه العاب القوى. احنا النهارده في طوكيو ما كناش جايبين ولا ميداليه في العاب القوى. ليه؟ بدات العاب القوى اللي كانت عامله 17 ميداليه ما فيش ولا ميداليه في طوكيو. لما جه مجلس اداره اللجنه البارالمبيه ممثل بقياده الدكتور حسام الدين مصطفى، وانا بشكر هذا القائد لانه قائد ملهم بالفعل، يعني بمعنى لان هو جوه المطبخ البارالمبي من 91 وممكن من فترات طويله، فحاسس بكل الامور الاداريه والفنيه كل حاجه ما يخصها ممثله في الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنه البارالمبيه. بدانا ان احنا نقول اول ما جينا للجنه الجديده اداني ملف العاب القوى. فبدانا ان احنا دلوقتي اهوت نشكل جهاز فني مختلف خالص، جهاز فني للفريق، نبدا نشوف الشباب اللي هو النشئ الصغير اللي ممكن يكون داعم، مش بقصد حضرتك ان هو لازم يكون في الدوره البارالمبيه في باريس. هي باريس هي نواه مرحله. يعني انا بقول دلوقتي لما العاب القوى في ايطاليا في الجائزه الكبرى نجيب 11 ميداليه، مش معناه ان احنا في بطوله العالم اللي هتتلعب الاسبوع اللي جاي في باريس برضو، ودي حته جميله ان بطوله العالم لالعاب القوى تتلعب في باريس والدوره البارالمبيه هتتلعب في باريس. فاحنا النهارده هتلعب في نفس الملاعب اللي انت هتلعب فيها السنه الجايه. دي هتتم في من 5 ل 15 5 ل 15 7 فريقنا لالعاب القوى او المنتخب بتاعنا ممثل بست لاعبين. ست لاعبين دولت عناصر واعده، يعني قلت لحضرتك يا استاذ كريم ان انا مش يعني العناصر اللي هي كبرت في السن وما قدرتش انها دي، احنا نواه المنتخب دلوقتي براعم يعني لسه بادئين، فاحنا عندنا بنمثل بسته، ثلاثه منهم عدو وثلاثه رمي. الثلاثه العدو والثلاثه الرمي انا بوعد حضراتكم ومش وعد ديتار ده، احنا في الدوره البارالمبيه اللي جايه هيبقى عندنا مثلا ميداليه او اتنين نجيبها في العاب القوه. لما نيجي نقول في الدوره البارالمبيه اللي بعد كده بعد 4 سنين انا بعد منتخب بقى نرجع لعهدنا السابق ان احنا يكون عندنا 20 ميداليه او 17 ميداليه زي ما كنا عاملينها في اتلانتا. ده كان كام اتلانتا سنه كام؟ 96. ايه سر النجاح وقتها بهذا الشكل؟ يعني رغم ان زي ما حضرتك كنت بتتكلم ما كانش في اهتمام كبير بهذا الملف، لكن رغم كده برضو حصدنا فعلا لاول مره عدد غير مسبوق وما تكررش لحد دلوقتي حتى.
يعني انا هقول لحضرتك، كانت مثلا على سبيل المثال المكافاه بتاعه الميداليه في اتلانتا كانت 50,000 جنيه. ده كان الداعم يعني؟ لا مش ده، انا بدي لك صوره هو حضرتك، مش ان هي داعم يعني. 50,000 جنيه. النهارده اللي بيجيب ميداليه بره الانديه 1,000,000 جنيه. طب ده كلام، شوف حضرتك عظيم. يعني معلش لما يبقى 50,000 ومليون جنيه يعني المفروض النهارده يبقى فيه اهتمام اكتر. والاتحاد بياخد قد ايه بقى من المكافاه؟ لا اللاعب بياخد بياخدها صافي، بياخدها كلها قافيه صافي. يعني ده حصلت في طوكيو، في طوكيو في الدورات اللي قبل كده 1,000,000 جنيه بعد ما تساوى الاسوياء مع المعاقين. لما كان عندنا البطل كرم جابر في الاسوياء وحقق ميداليه في اتينا، بدا النهارده ان هم خدوا ال1,000,000، بدا يبقى فيه اهتمام ان البطل ده يتساوى بالبطل، هو المفروض فعلا يتساوى بالبطل ده. طيب انا عايز برضو انا ونهاوند نستغل يعني فرصه ان حضرتك منورنا النهارده، واحنا مش معانا ضيف عادي، احنا معانا بطل يعني بارالمبي. كتير جدا من الاسر اللي ممكن تبقى بتتابع حلقات البرنامج ده، البعض منهم ممكن يبقى عنده اطفال من ذوي القدرات الخاصه، ايا كان نوع وحجم وشكل الاعاقه، انا عايزين من حضرتك كلمه توجهها للاهالي دول، عشان لان في بعض الاحيان بيبقى في اهالي برضو ايه منغلقين قوي، بيخلوا ولادهم منغلقين على نفسهم، مش منفتحين على المجتمع، مش بيخلوهم يمارسوا رياضه من منطلق من زاويتهم هم رؤيه الموضوع، عشان ما يتعرضوش لاي شكل من اشكال التنمر مثلا. فتقول ايه للاهالي دول؟ هقول لهم تجربتي، مش هقول يعني مش هقول كلام مرسل، لا ده انا بقول تجربتي. انا من محافظه كفر الشيخ، من قريه اسمها مسير. القريه ديت قرية بتبعد عن المحافظة، ورغم ذلك أنا عندي إعاقة، وممكن التصور أن أنا خلاص أفضل مقفول عليا داخل القرية. لا، أنا بدأت أن أنا أخرج من هنا وأروح نادي، النادي ده كان يعني معلش غرفة تحت المدرجات، بدأت أتمرن، بدأت أظهر، عندي بعض اللاعبات اللي البنات اللي هم ما كانش لهم تمثيل سنة 96 برضو من قريتي. بدأت ان انا وممكن يكون فيها ان الناس زي ما حضرتك بتقول قرية وريف، ازاي بنت تخرج من القرية. بدأت ان انا اقنع الاسر وان انا اخدها تيجي تلعب رياضة، بدأت تلعب، تعلم ان حضرتك في خلال 3 سنين ان انا خليها تشارك، راحت سافرت بطولة العالم في برلين في ألمانيا، جابت ميدالية ذهبية وفضية. يا سلام. الكابتن زكية عبدين. إن قلت لحضرتك طب ده تصور إيه؟ ما بال حضرتك ده أنا بقول الكلام ده من سنة 93 و94، إحنا النهارده في 2023. فبدأ فيه وعي والثقافة بتاعتنا، إحنا كلجنة بارالمبية معلش متشعبين داخل المحافظات، بمعنى بندي الدعم لكل الأندية اللي موجودة في محافظات الجمهورية كلها، وبندي الدعم بناء على التمثيل بتاع النادي في الرياضة عندنا. يعني انت هتشارك ومشاركاتك فاعلة، وبدأ في عناصر، وان انت تجيب شباب ناشئ صغير نبدأ عشان دمة الواعدين بالنسبة لنا احنا يعني الجزئية دي. فانا بقول لكل أم مصرية وأب مصري، اخرج، مش التفوق ممكن معلش انا يعني في حتت بلاقي في تفوق عندنا في ذوي الهمم، بيتفوق علميا ورياضيا، تيجي تقول ازاي تجمع ما بين دي ودي؟ انا الحمد لله جمعتها. انا كشعبان انا الحمد لله امين كليه الصيدله جامعه كفر الشيخ، ناجح اداريا الحمد لله بفضل الله، واخد الموظف المثالي على مستوى الجامعه. لاقي لها وقت ازاي اصلا كليه الصيدله في وسط بطولات العالم والدورات البارالمبيه اللي انتوا رايحين جايين منها؟ انا يعني ممكن في التوقيت ده لان انا بالنسبه لي اللجنه البارالمبيه بقى لي سنه ونص. ولكن في الفتره اللي انا كنت بطلت الرياضه ديت فابرزت العمل الاداري داخل جامعتي كفر الشيخ. وعندي انتهز الفرصه ان انا اشكر قيادات جامعه كفر الشيخ لانها هي داعمه ومسانده لان يكون فيه بطل بارالمبي داخل جامعه كفر الشيخ، فده يعني انا شرف ليا وشرف لمحافظتي وشرف لجامعتي يعني. ايوه بس انت فرضت ده برضو كابتن شعبان يعني بمجهودك وبنجاحك، فيعني اكيد برضو ده يحسب ليك بشكل كبير جدا. اعطاء الفرصه طبعا نشكر عليه المسؤولين، ولكن انت تستحق ذلك، هي دي النقطه لازم برضو نبقى مراعينها يعني. ده انا بشكرك عليها لان مش كتير يستوعب المصطلح البسيط اللي انت قلتيه، لان ليه معاني
معاني لها مدى بعيد ولها رؤى كبيره. ولكن انا بقول لحضرتك كفر الشيخ، معلش يا استاذ كريم، واعده بالابطال. يعني احنا معلش كنا سته في دوره اتلانتا ودوره سيدني. واضح ان قريه حضرتك لوحدها قريتي لا فيها خمسه معمل انتاج يعني الأبطال. شعبان الخطيب، كابتن مطوع ابو الخير، كابتن زكيه، كابتن عزيزه كامل، عناصر واعده، كابتن امل ابو الخير، الكابتن الكحلاوي، كل ده من قريتي. فلذلك ساعات بقول يعني اقول المفروض يعملوا دوره بارالمبيه عندكم في القريه في القريه بتاعتنا. كنا حابين نكلم حد منهم، كابتن زكيه او غيره، يا ريتك مع الاعداد نسقتها، كنا حابين نسمع منهم كمان يعني نسمع لو كان ينفع بقى، مش عارف دلوقتي طبعا يعني احنا بالنسبه لنا يعني من الحاجات اللي انا بسعى اليها دلوقتي ومع اللجنه البارالمبيه ان احنا دلوقتي يكون في كل الاتحادات، احنا عندنا اتحادات، يعني احنا دلوقتي في اتحادات مش اتحادات مستقله، يعني احنا دلوقتي في عندنا اتحاد الطايره، كره الطايره بقى مستقل، احنا اتحاد زي اللعبه اللي انا بنتمي اليها واللي انا اتشرف ان انا اكون بطل العاب القوه، عايزين اتحاد. بنسعى دلوقتي كلجنه بارالمبيه مع وزاره الشباب ان احنا يبقى في استقلاليه لاتحادات العاب القوه، واتحاد لرفع الاثقال، واتحاد للسباحة، واتحاد للباسكت. انت حضرتك الحتة اللي انا بتكلم فيها البسيطة دي لها رونق تاني مختلف خالص، اللي هي ايه؟ لما يبقى لها عندنا اتحاد خاص بألعاب القوة، الاتحاد ده رئيس وله مجلس ادارته وهو اللي بيدير نمط اللعبة دي بس. اتحاد لرفع الاثقال، واحنا معلش انتهز مش عشان ان انا العاب القوة ما اتكلمش، انا بتكلم دلوقتي بصفتي عضو اللجنة البارالمبية وليس العاب القوة. احنا عندنا ابطالنا لرفع الاثقال، انا فخور من هذا المنبر ان انا اشيد بالتاريخ والانجازات والميداليات اللي بيحققها فريقنا عمالقة رفع الأثقال، رجال وسيدات الحقيقة، رجال وسيدات. النجاح ناتج من هنا ايه يا استاذ كريم؟ ناجح ان الجهاز الفني بتاعهم كله معاقين. يعني انا بحط نقط طبعًا جميلة قوي، الصورة واضحة. فبمعنى ايه؟ يعني احنا جميع اللي الجهاز الفني بالكامل من ذوي الهمم. بس انا عندي سؤال كابتن شعبان، يعني هل دلوقتي الموضوع مش واخد حيز من الاهتمام بشكل كبير طالما الاتحادات او كل الرياضات دي تحت مسمى واحد او امبريلا واحدة؟ يعني حضرتك شايف ان لو تم تجزئتهم وتقسيمهم لاتحادات مختلفة ده هيدي نتائج افضل؟ كتير. هل ده في مثلا تكلفة زيادة فربما لسه الخطوة دي مش في حيز التنفيذ؟ يعني خلينا نعرف ايه المعوقات ان كل رياضه يبقى ليها اتحاد خاص بيها زي الرياضات العاديه. مش معوقات، هي في بعض في الاتحاد الدولي بيبقى فيه استقلاليه لبعض الاتحادات، ده خلاص مستقل وده على المستوى العالمي. احنا دلوقتي بنسعى، انا بسعى واللجنه البارالمبيه ان هي بتسعى دلوقتي، لان المظله الكبيره بتاعتنا هي اللجنه البارالمبيه اللي انا عضو مجلس اداره فيها. انت عايز بقى تقسمه من اتحادات، تقسم وتبدا دي تتحد، يبقى كل اتحاد بينجح باللعبه بتاعته. طب وده اللي حاصل بارالمبيا على مستوى دول العالم؟ في دول العالم بتبقى خلاص الاتحادات ديت كلها مستقله بيه، لان لما بيبدا بالمستقل ده معلش بتبقى بتدي تركيز اكتر على اللعبه. يعني لان احنا مش بنقول ان احنا مقصرين كلجنه بارالمبيه لجميع اللعبات، لا، احنا عندنا وزاره الشباب، معلش الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب، لكل لعبه وكل امتياز وكل حدث. يعني على اساس احنا عندنا ابطالنا اللي جايين لسه من فريق الباسكت وفريق العاب القوى اللي كان في ايطاليا، وعندنا دلوقتي يومين ثلاثه رايح ابطالنا العاب القوى فريقنا رايح يمثلنا في باريس بطوله العالم، وعندنا الباسكت رايحين بطوله العالم في دبي، وعندنا فريق الصم رايحين ماليزيا بطوله في شهر 9. دي كلها منتخبات، كل ده عندهم استعدادات، وده معسكر وده بيأدي وده بيأدي. يعني اللجنه اللي حضرتك عضو فيها زي ما بتقول لنا مش كافيه ان هي تقود هذه الرياضات المختلفة؟ يعني خلينا نفهم، هي كافية واحنا شغالينها. طب امال ايه المشكلة؟ بس احنا انا بقول كل اتحاد لما بيستقل هيبدأ في انجازات اكتر، مش ان احنا بنقول في تقصير، لا، كل يعني لما يبقى معني بذاته. يعني بمعني بذاته احنا عندنا دلوقتي اتحاد لألعاب القوة،
اتحاد لرفع الاثقال، اتحاد، وكل ده من خلال مين؟ يعني انا هقول لحضرتك احنا عندنا اتحاد للشلل الدماغي مثلا، واتحاد للطايره، هو تحت مظله ايه؟ تحت مظله اللجنه البارالمبيه برضه. اشمعنى دول عندهم؟ ما هم دي اتحادات استقلت وعملت دي والاتحاد. يعني انتوا تقدروا في احنا بنسعى دلوقتي يعني تقدر كل رياضه تستقل بذاتها وتنشئ اتحاد خاص بيها اتحادها. ولما ينشئ الاتحاد ده كل ده منصب تحت مظله برضه اللجنه ايه؟ ومين هيصرف على الاتحادات دي برضه عشان الصوره دي؟ وزاره الشباب ولا اللجنه البارالمبيه؟ طب ما ممكن تكون يعني انا بحاول افهم ممكن او ده حاجات ممكن تيجي في ذهن البعض، انا مش بقول ده مش من حقكم بس بحاول افهم، هل ده ممكن يكون عبء اضافي على وزاره الشباب والرياضه خاصه احنا بنتكلم ان انتوا مش بتدفعوا او المعسكرات والبطولات اللي بتشاركوا فيها اكيد مش من جيبكم الخاص صح كده؟ بتبقى ممثله من اللجنه البارالمبيه ووزاره الشباب والرياضه، الميزانيه بتاعت اللجنه. فهذه الميزانيه اللي احنا بنتكلم عنها اللي هي معنيه، ممكن بعد كده لما هنقسم اتحادات يكون في يعني متطلبات ماليه اكتر فتؤثر على اللعيبه، يعني حضرتك فاهم قصدي؟ هتبقى بسيطه، يعني هتبقى فيه يعني النهارده اللجنه البارالمبيه بتاخد دعم 10 قروش. ال 10 قروش اللي بتاخدهم ده بتصرف على الاتحادات ده. احنا لو قلنا النهارده الاتحادات بقت فيه استقلاليه في الاتحاد ده وفي الاتحاد ده تقدروا تجيبوا سبونسرز مثلا ليكم؟ ما هي دي الرياضه يا فندم، بقت دلوقتي استثمار. اكيد اكيد. والاستثمار ولازم تجيب معلش اللي هم الرعاه ونبدا نسعى. ما هو احنا دورنا ايه كلجنه بارالمبيه؟ بنشتغل من خلال ذلك. انت مش هتقف على الدعم اللي بيجي لك من وزاره الشباب وخلاص، فهتبقى صعب ان انت تصرف على الالعاب دي كلها. ولكن بنسعى ان احنا برضو من خلال ده لما نعمل استقلاليه للاتحادات، انا بوعد حضراتكم هيبقى فيها تمثيل على الاقل شيء. بس حتى هتبقى بقى في اللجنه البارالمبيه ولا هتبقى عضو او رئيس اتحاد؟ احنا عندنا بعض معلش عندنا ممثلين في اللجنه البارالمبيه رؤساء اتحاد، يعني عندنا تبقى هنا وهنا بقى. عندنا المهندسه امل مبدا رئيسه الاتحاد للاعاقات الذهنيه وعضو مجلس اداره. ان شاء الله اللي انتم بتخططوا له يتحقق قريب ويجيب نتائج بس كمان وتنجحوا اكتر واكتر وتشرفونا اكتر واكتر. نورتنا وشرفتنا النهارده كابتن شعبان، بنشكرك على وجودك معانا. اتشرفت بيكم استاذ نهاوند وسعيد بيكم النهارده، وبنقول لكم بنوعدكم ان احنا هنجيب الميداليات بتاعتنا وانتوا اللي هتسلموها لنا هنا ان شاء الله يا رب. احنا بنتمنى ده، واحنا دايما والله يا كابتن شعبان بنقول انتوا اكتر فئه رافعه راسنا وفي محافل دوليه مختلفه، وانتوا اللي بترفعوا اسم مصر اكتر من اي حد تاني. فبكل التوفيق كل الدعم اكيد في الاهلي، خصوصا قناه الاهلي وانا اهلاوي متعصب يعني. نورت قناه الاهلي ونورت 10 الصبح بالاهلي، وان شاء الله نشوف حضرتك قريب على خير. شكرا لحضرتكم. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل، خليكم معانا. يا اهلا بكل حضراتكم مره ثانيه. عندنا طبعا كلام كتير عايزين نتكلم مع حضراتكم فيه متعلق بماتش امبارح بين الاهلي وفيوتشر، وكمان متعلق بمنتخبنا الاولمبي. كل ده هنتكلم فيه مع ضيفنا اللي منورنا الاستاذ جمال الزهيري الناقد الرياضي. يا مساء الخير واهلا بحضرتك. كل سنه وانت طيب. وانتم طيبين حضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، كل سنه وحضرتك بخير. سافرت ولا قعدت بقى؟ لا والله قعدت. ليه كده كل الناس؟ ليه بقى لقيت كل الاخبار اللي جايه من الساحل الشمالي انها زحمه اكتر من هنا. انا بكره الساحل عامه، مش الساحل خالص. لا فقلت خليني هنا رايقه بقى. القاهره انا بالنسبه لي القاهره فعلا احلى اخر جمال يعني. بعد ما يخلصوا ان شاء الله نروح على شهر 11. ايوه نروح بقى في الشتاء ان شاء الله. اهلا بيكم مسيو جمال. انا هبدا معاك طبعا، عندنا ملفات كتيره جدا انا وكريم، وفي بعض الكواليس برضو عندي عليها بعض الاستفسارات، هروح طبعا لهذه النقاط كلها. بس خليني ابدا مع حضرتك بدايه من رؤيتك لمباراه امس. للبعض احزنوا النتيجه، قال لك انا مش واخد ان انا اتعادل، بعض الاخر قال لك يعني ما كان مستوى الاهلي ممكن ان هو يحقق افضل من كده بكتير. يعني الزعل مش كان في النتيجه على قد ما انت شايف انك كنت تقدر تقدم افضل من كده. على الصعيد الثاني ناس كانت قايله من قبل المباراه ان فيوتشر داخل مستقتل، حتى وان كان في تراجع في ارقامه الفتره اللي فاتت، لكن هو مستقتل واللعب بيكون غير دايما قدام النادي الاهلي. اكيد يعني شوف ازاي او شفت ازاي كل اللي حضرتك قلتيه ده ملخص وافي جدا للموقف بتاع المباراه. اول حاجه طبيعي جدا ان جماهير الاهلي تزعل ان الاهلي تعادل، حتى لو لسه واخد 500 بطوله المباراه الواحده. ويمكن مارسيل كولر قال الكلام ده بعد ما كسب دوري ابطال افريقيا، قال لك في اول مباراه هنلعبها بعد دوري الابطال لو تعادلنا او خسرنا انا تعودت مع جمهور الاهلي انه
لازم هيبقى فيه زعل طبيعي. وكمان الظاهرة المرتبطة انه بعد اي تعادل، الحمد لله ما فيش هزائم، بس بعد اي تعادل للنادي الاهلي بتلاقي المعسكر الاخر، والاخر ده بيلم بقى يعني بيلم مجموعة من الانتماءات. ليه وليه وضربة الجزاء ليه والهدف تسلل ليه، التساؤلات دي كلها بتطلع. محدش بيقول طب الاهلي له هدف اتلغى. يعني انا بكلم حضراتكم على ايه الناحية النفسية او السلوكية اللي ما بعد اي مباراة للنادي الاهلي. انما احنا مش هنعمل كده، يعني احنا مش هنقول انه في هدف واتلغى وفي ضرب الجزاء وفي يعني الكلام ده علينا اللي اصعب من ده بكتير. لان انت شغال برضو زي ما قلنا حتى في عز الازمات ايام دوري الابطال، فريق النادي الاهلي كان بيعاني في بعض المباريات، ومع ذلك قدر يتغلب على ده وياخد دوري ابطال افريقيا للمره ال11. فنتكلم على انه الهدف الاستراتيجي او الكبير هو ان تفوز بالبطوله الخامسه اللي هي الدوري. والهدف ده انت ماشي فيه برضو، حتى لو حصل يعني عصره زي ما بيقولوا او ازمه في الطريق، فهي معتاده والمهم انك تكمل يعني. فانا يعني رقم واحد بيهمني انه طبيعي جدا انه الاهلي النهارده لاعب مع مارسيل كولر 51 مباراه. 51 مباراه ده مش رقم سهل. لا طبعا. وحقق اغلبه انتصارات، حوالي 38 مباراه. لم يهزم في الدوري المحلي. الهزيمتين اللي تعرض ليهم اتنين في دوري ابطال افريقيا، واتنين في كاس العالم للانديه، يعني مع مستويات اخرى اعلى من المستويات المحليه. ومكمل يعني النادي الاهلي مكمل لتحقيق الاهداف اللي هو بيرجوها يعني. على ذكر كولر امبارح، من ضمن الحاجات اللي وقف عندها، وكنا عرضنا انا ونهاوند جزء من المؤتمر الصحفي، وقف عند تفصيله وقالها بشكل فيه تعميم شويه، وما كانش بيتكلم عن واقعة ماتش امبارح بالتحديد قد ما كان بيتكلم عن المبدا ذات نفسه، فكره اضاعه الوقت، فكره ادعاء الاصابه، وهو شايف ان دي حاجه هتاثر على مستوى كره القدم اصلا في مصر. تمام، وده حقيقي. الى اي درجه تتفق معاك؟ شوف كل اللي هي مش عايز اقول ايه، الخطايا بتاعه كره القدم بترتكب امام النادي الاهلي في مباريات اللي الفرق بتلعبها. إضاعة وقت، ادعاء إصابة، تمثيل، مع كل الاحترام، بس هو ده الواقع اللي احنا بنشوفه، انه دايما كل هذه الظواهر السلبية بتظهر قدام النادي الاهلي في المباريات. لكن في النهاية برضو لابد ان انت هتتعامل مع هذه السلبيات عشان انت مكمل وليك هدف معين عايز تحققه يعني. هو بس امر يعني زي ما كريم قال لازم نقف عنده، او يعني طبعًا لافت للنظر طبعًا لازم بشكل شويه، والناس واخده بالها على فكره طبعًا. يعني مش ده اكيد مش عارف بقى يعني. الاداء التمثيلي مش مقنع قوي كده الناس بطبيعه الحال. لا ده في ناس بعد ما اللعبه بتتلعب بتقع يعني طبعًا. بعد ما اللعبه بتنتهي في لقطات يعني امبارح خلاص حصل تلامس او حصل طبعًا. شيء الطبيعي انك تقع في التلامس ده طبعًا. لا هو نسي فيروح مكمل يقع بعدها عشان يبقى لكن في النهاية نقدر نقول انه فريق فيوتشر من الفرق برضو رغم غيابات عدد كبير من اللاعبين، الا انه هو فريق قوي مش وحش يعني. لا عنده تاكتيك بصراحة، مش بيلعب عشوائي ابدا، وبيلعب برضو بقيادة علي ماهر مدرب يعني. يمكن ده كمان رد على انه الناس بتقولك ده اهلي به على اساس ان هو بيضم عدد من لعيبه الاهلي المعارين. مش ذنبنا، طب مش نعمل ايه؟ مش عيب يعني. لكن مش قصتنا والله. لكن في النهايه هو فريق يحترم بدليل ان هو النهارده في الترتيب الثالث يعني، والسنه اللي فاتت نفس الحكايه برضو كان من المراكز الاولى. فهو فريق قوي ويعد طبعا ده
الهدف اللي هو الملغي بالتسلل يعني على احمد عاطف. الناس وقفت طبعا قدامه والخط والاشاره، اعتقد يعني مساعد الحكم واقف في مكان يمكنه ان هو يشوف اللعبه افضل من اي حد، وافضل حتى من الخط بتاع الفار. والا ما كانش. وبعدين رجع للفار كمان الحكم يعني البنا ما سابش الموضوع كده، لا رجع للفار ولم يتجاهله يعني. كلام محترم. احنا عندنا الاسماعيلي وعندنا الاتحاد وعندنا الزمالك يوم 13 طبعا. فتره صعبه ودقيقه جدا للنادي الاهلي ومحتاجين تركيز بشكل كبير جدا. وفكره ان انا اكون متالق في عدد كبير من المباريات بتاعتي ده بيدي ضغط اكبر على كولر وعلى اللعيبه ان انت تظهر بنفس المستوى لان دلوقتي احنا كنا بنتكلم ان ممكن الموسم اللي فات كنا بنزعل من خساره، دلوقتي النادي الاهلي بيزعل وجماهيره من تعادل. فالموضوع بشكل ضغط اكبر بكتير. ممكن الفتره اللي جايه نزعل لو احنا ما جبناش 3 4 اجوال في مباراه واحده، تعرف الموضوع بيتطور تلقائي يعني. فلا ضغط كبير ومباريات اصعب من بعض يعني ما اقدرش اقول ان الاسماعيلي اسهل من الاتحاد ولا الاتحاد اسهل من الاسماعيلي ولا الاثنين اسهل من الزمالك. كله صعب طبعا. فخلينا برضو نقرا الفتره اللي جايه مع حضرتك. شوفي حضرتك، هو طبعا مباراه الاسماعيلي يعني يمكن الظروف شاءت بعد هذا التعادل ان تكون المباراه اللي جايه امام الاسماعيلي، والاسماعيلي في وضع لا يحسد عليه طبعا، وبالتالي المباراه من المتوقع انها تكون مباراه قويه جدا صعبه جدا. صحيح. محتاجه هدوء في مواجهه اي مواقف على ارضيه الملعب. حتى انا ملاحظ ان الدكتور عبد المنعم عماره وهو احد اقطاب النادي الاسماعيلي الكبار يعني بيطالب لعيبه الاسماعيلي ان هم يؤدوا المباراه بدون عصبيه، لان شوف العصبيه اذا كانت هتبقى على النادي الاهلي فهتبقى كمان على النادي الاسماعيلي. فهي في النهايه هي مباراه كره قدم، لكن الفريقين عندهم هدف او حلم مشروع. الاهلي عاوز يكسب عشان يخلص طبعا، والاسماعيلي نفس الحكايه. فهتكون مباراه قويه، واتوقع بقى انه يمكن اللي احنا ما قلناهوش عن مباراه فيوتشر ان انت محتاج في فترات معينه أو في فترة معينة دايما لمباراة تفوقك. يعني الأهلي في المباريات اللي فاتت دي كلها انتصارات متتالية وبشكل يعني عايز أقول إيه، إنه تيجي مباراة زي مباراة فيوتشر مطلوبة جدا، تركز أكتر لأن أنت محتاج بعد كده في المباريات القادمة اللي هي هتتضمن كمان مباراة الزمالك، محتاج ان انت عايز تكسب الماتشات الجايه. فباذن الله يعني اعتقد انها هتكون المرحله الجايه. احنا ماتش فيوتشر ده المفروض يفوقنا. ايوه طبعا. في ايه بالظبط؟ يعني ايه الحاجات اللي حضرتك ايه ادركت ان انت بعد الماتش ده لا احنا محتاجين نشتغل عليها؟ محتاجين اول حاجه مساله استغلال الفرص او انصاف الفرص. يعني مباراه فيوتشر اكدت لنا انه النادي الاهلي بيوصل كتير. يعني لعيبه الاهلي بيوصلوا كتير، لكن الفاينل او الفينال لمرمى المنافس، لكن اللمسه الاخيره هي دي اللي مشكله بترجع احيانا. يعني في اوقات حسيت ان اللمسه الاخيره هي المشكله الاكبر في ماتش امبارح، ولا الميس باس ممكن يكون هو اللي مشكله اكبر؟ طبعا الاثنين، اصل الباص السليم بيخليك محتفظ على الاقل بالكوره، فبيحرم الفريق الاخر من الاستحواذ على الكوره، لكن اللمسة الأخيرة مهمة جدا في إن هي بتغير لك نتيجة المباراة، فبتديك ثقة أكتر. يعني أنت لما في لمسات معينة كده لو قدرت تسجلها بتغير نتيجة المباراة، وده بينعكس عليك أنت كتيم إنك بتاخد ثقة في نفسك، وبعد ما كنت بتسعى للهدف الوحيد الاول دور على تبقى عايز الثاني وعايز الثالث وهكذا. فمساله انهاء الهجمات دي مهمه جدا، وانا مش مع الناس اللي بتقول ان كولر اخطا في التشكيل. ما احنا برضو خلينا واقعيين، التشكيل هو التشكيل اللي الاهلي بيكسب بيه، سواء هتبتدي بلعيب اساسي او تخليه في وقت ما تدفع بيه في وقت معين في المباراه. يعني هتلعب باحمد عبد القادر في الاول،
او هتلعب في الشوط الثاني او مش هتلعب بيه. يعني انت عندك زي ما اتفقنا قبل كده ان انت عندك مجموعه من اللاعبين قد يكون مستواهم بيتاثر شويه سلبا، لكن مش لدرجه ان انت تقول ان المدير الفني اخطا. ما دي لازم بقى انت عارف يعني اللي هي التعليقات اللي لازم بتتبع اي مباراه. هو يعني هو اولا زي ما شفنا ما الفش طبعا، يعني ما جابش تشكيل او ما جابش لعيب من بعيد وراح ملاعبه. اصل دايما فكره التشكيل في كل البطولات في كل المشاركات عاده فكره التشكيل اللي المدرب بيبتدي بيه الماتش عاده بيبقى فيه مساحه كافيه للاختلاف حوله في وجهات النظر. انت عندك 105 مليون ناقد رياضي كلنا متخصصين وكلنا فاهمين وكلنا في دماغنا تشكيل مثالي نموذجي من وجهه نظر لا والناس اللي بتتكلم عن براعه مارسيل كولر في عمل التشكيل هي تقريبا اللي بتنتقده لو عمل نفس التشكيل. هو كده كده بيعمل روتيشن، يعني مفيش مجال ان انت تنتقد. وبعدين هو انت عندك كمان مباراه كل 3 ايام، فمش هتقعد تلعب نفس التشكيل بنفس اللعيبه. هم لو ما كان هيتعب يعني الناس اللي بتنادي او بتطالب كولر ان هو يعمل تدوير للعيبه كويس، هو بيعمل كده اصلا بالظبط. يعني احنا لاحظناها حتى في الماتشات اللي فاتت، يعني هو النهارده دخل قندوسي مثلا بقى اصبح بقاله ماتشين او ثلاثه متواجد لانه هو عارف امتى يخليه يلعب في ظل غيابات بقى معينه، ان في لعيبه هتمشي، ان في لعيب مصاب، فابتدى يديله الفرصه. واعتقد انه حد زي القندوسي مع الوقت بقى هياخد ثقة كبيرة جدا. اعتقد كده. انا عندي سؤال محيرني جدا ومنتهى الصراحة، عايز الرد من حضرتك كالعادة. يعني اتفضل. ليه الماتشات بتاعت منتخب مصر ما بتلاقيش نفس الاهتمام من ماتشات الاهلي؟ لأن الصراحة وعلى فكرة دي ظاهرة بجد، اقعد في كافيه، اقعد في البيت، اقعد في اي مكان، هتلاقي ماتشات منتخب مصر مش واخده الاهتمام لو ماتش الاهلي بيلعب. واللي عايز يزعل من كلامي يزعل، انا مش بلبس، بقول رايي، ده واقع. وحتى المنتخب الاولمبي ليه كده؟ لسه اصل دايما الجماهير بتستجيب حسب يا جمهور الاهلي وجمهور الزمالك وجماهير الانديه لما يلاقوا ما يرضيهم طبعا. يعني بلاش كده، مش هقول يعني حضرتك ملاحظ الموضوع ده طبعاً. زي طبعا حاجه غريبه شويه الصراحه، حتى الاهتمام ده منتخب مصر. ما هو ده هيجي وده ما كانش بيحصل زمان. يعني مثلا عندك دلوقتي منتخب الاولمبي واصل دلوقتي الى المربع الذهبي او الدور قبل النهائي لبطوله افريقيا المؤهله لاولمبياد باريس. الاهتمام هيزيد، يعني انت في البدايه كانت بدايه مش جامده قوي، تعادل مع النيجر، فطبيعي جدا الناس فقدت الاهتمام اكتر من اول مباراه قفلوهم يعني. بدايتها كده. طب شكرا. الحمد لله لعيبه المنتخب برضو قدروا ان هم يعني يحيوا الفرصه بتاعتهم مره اخرى، وكسبوا تاني ووصلوا الى الدور قبل النهائي. هم كسبوا بس الاداء ليس الاداء المطلوب. يعني انا في البطوله دي يهمني اكتر النتيجة لان هي النتيجة اللي هتخلي الاداء اللعيبة تاخد ثقة في نفسها. هو انا مفروض ادخل البطولة ما عنديش ثقة في نفسي؟ لا طبعا المفروض. طب المفروض ده اصلا امر ربنا كرم وفوزتي يعني. الثقة هتزيد. ايوه هي اللي حاصل دلوقتي ان هي الثقة، لا الثقة بتزيد مع النتائج. يعني فرق كتيرة ومنها طبعا المنتخب الاولمبي ممكن في بداية المباريات بتاعته يتعرض لأشياء معينة تأثر عليه وعلى النتيجة. يعني ما هو مش طبيعي ان انت تتعادل مع النيجر. ايوه ثقة اللعيبة بتزيد مع النتائج والانجازات، لكن في المقابل يعني الاداء الغير جيد برضه، ثقة ومتابعة ورضا الجماهير مرتبط اكتر بالاداء. ايوه طبعا الاداء، يعني لو شافوا ما يرضيهم حتى لو الحظ كان معاند وما كسبوش بنوجد بقى ايه 100 مبرر بنفوتها، ما بنوقفش عندها. والله ثقة الجماهير وتأييدهم وتشجيعهم بتيجي من الاثنين، من النتائج ومن الاداء، لانه انت يعني ثقه الجمهور مش هتجيلك لمجرد انك بتلعب حلو وخرجت. يعني معلش هي الجزئيتين مطلوبين جدا يعني. واعتقد ان ده هيزيد مع الوقت ان شاء الله. نتمنى ذلك لان نستحق برضه. هو سؤال محير بس احنا
بنحاول بقدر الامكان. ايه السؤال المحير اللي هو اللي حضرتك قلتيه اللي هو ليه الجمهور مش راضي او مش راضي مش بيتابع مش متابع؟ لا انا هجيبها لك حتى مش على كره القدم. كره اليد من سنين الناس ما كانتش متابعاها. أيوه. مع النتائج والاداء الكويس ابتدت الناس تركز، ابتدت الناس ترجع. كاس الامم الافريقيه منتخب مصر لما ايام كابتن حسن شحاته الناس كانت متابعة. ما كانش في حد ما بيتابعش ما كانش في حد ما بيتابعش. هو ليه؟ ما عشان الاداء حلو والنتائج حلوه والاداء. ما طبعا ما انا قلت الاداء الاول عشان الاستاذ كريم يعني ما عشان يبقى مرضى. لا لان هو دي الحقيقه. هو الناس لما بتتفرج او بلاش كده انت انا لو ما اتفرجتش خلي بالك وسمعت الناس مبسوطه انا احاول اجي اشوف الوضع. بالنسبه للمنتخب عموما ليه خصوصيه شديده طبعا. يعني انت لما بتكون بتنتمي لنادي بعينه وبتشجعه والنادي ده لم يوفق ده وضع، لكن المنتخب توقعاتنا ليه وعشمنا فيه طبعًا. اكبر بكتير من اللي حاصل في الفتره بس اللي انا عايز اطمنكم يعني اطمنكم عليه ايه؟ انه ده مش معناه ان الناس متجاهله المنتخب، هي الناس ناسيه المنتخب لانه ما كانش فيه اصلا الفتره اللي فاتت ارتباطات كتيره. مع ظهور الارتباطات اتفرجي على الجمهور هيبتدي يبقى ايه مهتم اكتر يعني باذن الله. طيب بالنسبه لان احنا بنلعب دوري 10 شهور عادي جدا على فكره ده بقى سبتمبر لاخر يوليو السنه اللي بعدها. وعلى فكره ده اللي بقى العادي يعني في جيل اتولد عارف طبعا وعدى 9 شهور بقى لنا سنين يعني كده. طب ما هو ده اللي بيحصل في اوروبا وحتى اتكلمنا عن الدوريات العربيه اللي هم كانوا 7 منهم مصر خلصوا واحنا لسه طبعا. فيعني ايه بقى ونضم كاسين في بعض. مشكله الدوري انه لازم يبقى عندك جدول محترم مفيش حاجه تاثر عليه الا الارتباطات القاريه او الدوليه. بس على الاقل احنا عارفين تقريبا الخريطه الكرويه الافريقيه بنبقى عارفينها من بدري. ايه بقى مشكله ان انت تحط جدول وتلتزم بيه؟ مشكله تنظيميه بحته مش مشكله. وهي المشكله دي غير قابله للحل؟ لا بدليل ان احنا بقالنا سنين في نفس الحاجه. لا هي لو غير قابله للحل يبقى مفيش داعي من وجود اتحاد الكوره ولا رابطه ولا رابطه الانديه. امال يعني ما هو برضو انا مخي مش هيستوعب ان في مسؤول يكون في مكان او في بوزيشن وفي ايده الحل ومش راضي يحل. برضو انا مش قابلاها ففي حاجه احنا مش فاهمينها يعني مش عارف. معقوله يكون أيوة. مش عارف بدليل اصل هو مش جيل واحد ده كذا كذا اسم عدى على الاتحاد. يعني اصبحنا نتعرض لانتقادات. لسه شايف انا على السوشيال ميديا لقطه من استوديو تحليلي في احد القنوات العربيه في اكثر من شخصيه بيتكلموا فعلا بينتقدوا الدوري المصري. ليه بقى؟ لانه المفروض انا بحط جدولي ما اقبلش بطولات بعد ما اعمل الجدول. يعني مثلا ما يجيش حد كده يطلع في دماغه ان هو هيعمل بطوله فانا اروح على طول الغي الدوري والغي مش عارف ايه واجله. انا المفروض احترم مسابقتي. في الاستوديو التحليلي ده كانوا بينتقدوا الدوري المصري عشان كده انه زي ما قالوها حتى باللغه يعني انه الاتحاد اللي مش عارف يعمل روزنامه او جدول او حاجه ملتزم بيها يبقى في مشكله. وبعدين انا الحقيقه مش شايف في المشكله الكبيره قوي دي. يعني مش هقول بقى دلوقتي احنا زمان واحنا صغيرين كان الجدول بتاع الدوري ده بيطبع من اول الموسم وبيتوزع مع الجرايد والناس بتاخده وتسجل النتائج. اعتقد يعني انه ده كان شيء معروف. احنا مشكلتنا دلوقتي ان اي حاجه اهم من الدوري. واحد هيجي يقول لي طب ما هو اذا عمل كده طب ما النادي الاهلي هيبقى اكثر المتضررين. لا النادي الاهلي ماتشاته بتتلعب في اوقات معينه او الزمالك او بيراميدز او فيوتشر في البطولتين الافريقيتين فمعروف مواعيده. المفروض بقى بعد نهايه يعني انا واحد من الناس مش حابب ان الاهلي يبقى متاجل له 5 6 7 ماتشات. طبعا ده ضغط عليه برضه ضغط عليه هو جداً. كمان كنادي انت بتستنزفه. لكن المفروض توجد
يعني ايه توجد تحاول انت تلاقي الميعاد اللي تلعب فيه الماتشات المؤجله اول باول، يعني ما تبقاش كلها كده ورا بعض طبعا. وما بينهم كل يومين ثلاثه بين كل ماتش يومين ثلاثه لا توجد له في ايام كتيره في السنه بنلاقيها فاضيه ولا بيلعبوا دوري ولا بيلعبوا حاجه. فنرجو ان هو المسؤول حاليا عن الجدول استاذ الحاج عامر حسين، مش هنقدر نبخسه يعني حقه، بس مطلوب مزيد من الاهتمام ان شاء الله بوضع الجدول والالتزام بيه. يعني ايه تاني محتاج يتعدل؟ في ايه؟ في المنظومه بشكل عام. ده سؤال كبير قوي. في المنظومه ككل، احنا قبل كده اتكلمنا عشرات المرات عن التحكيم واتكلمنا عشرات المرات عن تلاحم المباريات. يعني ايه تاني في راي حضرتك يستحق التعديل؟ شوف، هو اهم حاجه برضو الموضوع المدربين، تغييرات المدربين اللي هي اتحاد الكره بدا التعديل فيها لما حط نظام اذا المدرب ساب فرقته بقراره بارادته ما يقدرش يدرب غير مره واحده كمان. موضوع المدربين الشغالين دول رايح جاي دول، بتتكلم على المنتخب والانديه ولا لا؟ بتكلم على الانديه. بتكلم على الانديه، لازم يبقى فيها وقفه، لازم يتعمل لها نظام. واتحاد الكره عمل النظام ده على فكره وما قدرش يطبقه. ليه؟ ما اعرفش انا والله، ما اعرف يعني هل ضغوط، هل ما بيحبوش يزعلوا حد ولا ايه. في كمان نقطه اللي هي اساسيه جدا، اللي هي آفه من آفات الرياضه المصريه والكره المصريه، تضارب المصالح. دي نقطه ما ينفعش ابقى مذيع ومحلل ورئيس ونائب واي حاجه. النقطة دي برضو، ما هي دي نقطة ناس هتزعل مننا. لا ده كتير. ناس هتزعل مننا، بس الحقيقة أنت بتكلمني على جزئية إيه؟ إيه اللي أنت شايف إن هو محتاج تغيير؟ ده محتاج تغيير طبعًا. ما حدش يقدر يقول إنه أنا أبقى قايم، ده كان زمان لما فريد شوقي بيعمل فيلم بيقوم بيعمل منظرين بس. يعني بيقوم بدورين، انما يقوم بست ادوار لا، ده كده عماره. بتحكي على تضارب المصالح يعني اللي بتبقى ناتجه عن ده. يعني ما هو تضارب المصالح ده بيخلي الامور داخله ببعضها وسايحه وبيضر المنظومه. طبعا انا ما اعرفش تتعمل ازاي، بس هي واضحه. يعني انا اذكر انه في فتره معينه كان مدرب المنتخب ما يقدرش يشتغل في الاعلام او العكس، يعني لازم يبقى فيه فصل شويه ان شاء الله مؤقتا. يعني انا فاكر كابتن ربنا يصبحه بالخير عصام عبد المنعم كان رئيس القسم الرياضي في الاهرام، بطل يكتب لما كان رئيس اتحاد الكوره. انا دي حضرتها بنفسي. هو طواعيه من غير قرار ومن غير قوانين، الراجل قال انا مش هكتب. بس هيكتب ايه؟ هيجي يتكلم على يعني الاتحاد هيقول ايه؟ هو من نفسه استشعر الحرج فقال لك. انا بيني وبينك استغليت الفرصه ايامها، كنت باخد كل الاخبار الحلوه لجريده الاخبار ازاي. وهو كان بيقول ان هو عايز يطلع الافكار بتاعته كرئيس اتحاد. دي كانت مرحله مهمه جدا، واعتقد ان هي لابد ان يكون هناك فصل في هذه الامور، لانه العملية محتاجة زاطت، محتاجة شفافية أو زاطت. طبعا زاطت لا لو زاطت يبقى نقول كده، يبقى ليلي الحلقة بقى. مش عاوزينها طالما كده يبقى ما بدهاش. يبقى ما بدهاش. وعلى رأي كريم ما تزيدش أكتر من كده. نورتني يا مسيو جمال والله بجد كالعادة. يعني صباح الفل على حضرتك، وإن شاء الله نشوفك على خير قريب. وأكيد الشكر موصول لحضراتكم مشاهدينا في كل مكان على حسن المتابعة، وإن شاء الله يتجدد اللقاء بكرة يوم جديد وحلقة جديدة وعشرة صبح بالأهلي. صباح الفل.